بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ إن شاء الله. نستمر من عند النقطة اللي توقفنا عندها قبل شوي بالجزء الأول من المحاضرة. كنا بنحكي قبل شوي إنه أنا عندي نوعين من الكاش فلوز، وهي أنا شرحتها ببداية الجزء الأول، لكن بدي أرجع أأكد عليها إنه أنا عندي نوعين، وكل نوع له طريقة تعامل وحساب مختلفة. النوع الأسهل اللي بيكون non-recurring cash flows، وشفنا قبل شوي بالمثال example 5.6 كيف تعاملنا معه وحسبنا المطلوب الخاص بهاي الجزئية. الآن بدنا نشتغل على الجزئية الثانية، على recurring أو periodic cash flows. بالنسبة للrecurring اللي هم periodic cash flows برضو عندي نوعين، للبيريودك كاش فلوز. نوع بيكون بتكرر بشكل سنوي وهذا جاهز وما بده مني اي شغل، وفي نوع ثاني هو اللي ما بيتكرر كل سنة، بيتكرر كل فترة مختلفة يعني غير عن السنة. مثلا بالمثال اللي بين ايدينا في عندي دفعة 15,000 تتكرر كل 3 سنوات، فتحديدا هاي برضو بدها طريقة مختلفة في التعامل، بحيث بالنسبة للدفعات المتكررة، اذا احنا بنحكي عن البيريودك، بالنسبة للبيريودك كاش فلوز اللي ما بتتكرر كل سنة، بدي استخدم الفاليوز اللي بخصوها ضمن سنجل لايف سايكل، واحسب الايكويفالنت ايه التابعه لها او الخاصه فيها. بدي احسب الايكويفالنت ايه الخاصه فيها، بعد هيك بقدر ايش اعمل؟ بعد ما احسب الايه اجمع الايه كلهم مع بعض، وبالاعتماد عليهم احسب الايكويفالنت سي سي الخاصه بالبيريودك كاش فلوز. انا هون قاعد بشرح الفكره، بدي ارجع اشرحها من جديد واحنا نحل او نكمل بحل المثال. تمام، يا ريت الكل يرجع يدخل وما يتغلب بالرجعة انه يعمل جوين لهاي الميتنج ان شاء الله. اللي عنده اي سؤال او استفسار بيقدر يعمل ريز هاند. الصوت بعيد شوي، ما بعرف، انا يعني حريص انه الصوت يكون واضح وواصل لكم جميع بشكل يعني واضح. غالبا اذا الصوت بعيد يعني بجوز تكون مشكله من عندك، حاول ارفع السماعات من عندك. لوين ماده السكند؟ ممكن يدخل فيها لعند نهايه شابتر 6. البعض بيسأل لوين مادة السكند؟ لنهاية شابتر 6 غالبا على الأقل يعني. في حد بيسأل عن الحضور والغياب؟ أول محاضرة أنا ما سجلت حضور وغياب، المحاضرة الثانية سجلت، واليوم هي المحاضرة الثالثة، ففعليا أنت فاتك مرة واحدة. اللي ما انتبه حضور وغياب إلا اليوم هو مرة واحدة يعني تسجل غياب، اللي هي المرة الماضية، لأنه اللي قبلها أنا ما سجلت. اللي بيحكي لي الصوت بعيد شوي، لسه الصوت بعيد شوي ولا صارت الأمور أفضل؟ علشان الشات اللي بتبعثها يشوفها الكل، ضروري ارسل to everyone علشان الكل يشوف ويشاركك معك، يعني يشارك معك بالنقاش. في لؤي بيحكي انه الصوت ضعيف جدا عنده ومش واضح، رغم انه معلي على السبيكر عنده اعلى اشي. البقية حاولوا احكوا لي يعني انه هل الصوت عندكم واطي ولا الصوت عندكم واضح؟ يعني انا بلشت شرح بهاي السيشن بنفس الطريقة اللي بلشت فيها بالسيشن الماضي بالميتنج الاولى بالجزء الاول من المحاضرة، فيفترض انه الصوت نفسه واظن انه واضح، وهي اكثر من حدا يعني حكى انه واضح. اذا يا لؤي يبدو انها المشكلة من عندك، حاول
يعني حاول شوف شو المشكلة، وإذا عندك سماعات استخدمهم يمكن الأمور تكون أوضح، يعني هيدفون، وإن شاء الله نستمر في محاضرتنا. طيب نرجع للجزئية اللي كلنا واقفين عندها، خلينا نروح عند المثال علشان يكون الوصف أوضح إن شاء الله. حكينا في عندي هاي الدفعات واللي رسمناها من هذا الكاش فلو، لاحظوا أنه حكالي أرسم الكاش فلو دياجرام over two cycles. وين هاي موجودة؟ هسه بنشوفها. يفضل أني أرسم الكاش فلو دياجرام at least over two cycles زي ما هو موجود معي. فعلشان هيك لما برسم أنا على two cycles of life الأمور بتكون أوضح وبيبين معي الدفعات وين أماكنها وشو تفاصيلها، تمام؟ لهيك بالنسبة للمسألة اللي عنا رح أرجع على معطيات المثال من جديد ونتناقش فيها. بالنسبة لهي المسألة لاحظوا يا أخوان إنه أنا عندي دفعة عند السنة صفر، عندي دفعة عند السنة العاشرة، وعندي على أول أربع سنوات إيه مقدارها 5000، وبعد هيك إيه بصير قيمتها 8000، وفي عندي دفعة مقدارها 15000 بتتكرر كل 13 سنة. هذا يعني إنه اللايف سايكل لهي الحالة لو بدنا نجمع المعطيات هاي مع بعضها اللايف سايكل شو بتكون؟ بتكون 13 سنة اللي هي أبعد مدة. يعني لاحظوا هون بنحكي عن أربع سنوات، هون بنحكي عن السنة العاشرة، يعني دفعات مختلفة، هون بنحكي عن 13. وفعليا أنا إذا رسمت الكاش فلو على 13 سنة راح أضمن كل المعلومات الموجودة عندي هون راح تكون موجودة ضمن هاي البيريود اللي هي 13 سنة. طيب هو قال لي بحالات الكابيتالايزد كوست، لما بدك تحسب كابيتالايزد كوست يفضل ترسم at least two cycles، ففعليا احنا بدنا نرسم لغاية 26 سنة، كونه بنحكي هون لغاية 13 سنة هي الفيرست سايكل، فبدي 26 سنة علشان احسب على two cycles، وهذا اللي صار بالكاش فلو دياجرام الموجود عندنا هون. ففعليا احنا رسمنا هون على كديش؟ على 26 سنة علشان نرسم two cycles. يعني فعليا اول 13 سنة هي بتغطي جميع الدفعات زي ما احنا شايفين هون، وللتأكيد على اني انا مش ناسي اشي واتأكد اني غطيت كل اشي برسم another cycle لغاية ال 26. اذا احنا مبدئيا هون رسمنا two cycles of life. طيب بعد هاي الخطوة بدنا نشتغل على non-recurring amounts او cash flow، وزي ما شفنا هون احنا بالحل بس بلشنا حل. بالنسبة لCC1 اللي حسبناها حسبنا الCC equivalent الخاصة بالnon-recurring cash flow 150,000 وال50,000، هذول الدفعتين ما بتكرروا، هم مرة واحدة. وفعليا لو رسمنا قد ما مشينا cycles هم ما راح يتكرروا، يعني لاحظوا انها الدفعة هاي الموجودة عند السنة العاشرة ما تكررت عند السنة العشرين لانها هي بس مرة واحدة عند السنة العاشرة فقط، وهي الدفعة اللي عند السنة صفر هي موجودة مرة واحدة عند السنة صفر وما راح تتكرر. فأنا مشيت احتياطاً لعند السنة رقم 26 علشان أتأكد شو الدفعات اللي قاعدة تتكرر وشو الدفعات اللي مو قاعدة تتكرر اللي ثابتة وتدفع مرة واحدة. بناء عليه تأكدت أنه المية وخمسين ألف والخمسين ألف تدفع لي مرة واحدة، وحسبت الإكويفلنت إلهم بالاعتماد على العلاقات الخاصة بالبريزنت وورث اناليسيس، نفس قوانين البريزنت وورث، وطلعت انها نيجاتيف 180,695 دولار. اذا هذا اول كابيتالايزد كوست بقدر اطلعه من هاي المساله. الان قلنا بدنا نكمل على البيريودك كاش فلوز، الان في مجموعه من الكاش فلوز بتتكرر. طيب في عندي 5000 على اول اربع سنوات، وفي عندي 8000 راح تستمر على طول، وفي عندي 15000 كل 13 سنة. فهي عند ال 13 في عندي 15000، وفي عندي كمان 15000 عند ال 26، وراح تظل مستمرة وتتكرر على طول لقدام. طيب الآن الجزئية المطلوبة
أو طريقة الحل الصحيحة لازم إيش أعمل؟ لازم أحسب بالنسبة للدفعات اللي بتتكرر مش كل سنة، أحسب قديش المكافئ إلها السنوي، أحسب المكافئ السنوي للدفعات اللي بتتكرر بشكل ما بتكون سنوية. طيب كيف هاي العملية بدها تصير؟ أنا عندي مبدئياً قلنا عند السنة رقم 13 عند السنة رقم 26 بالنسبة للبيريو دي كاش فلوز، هذول اللي بيتكرروا بشكل دوري لكن مش بشكل سنوي، بدي أحسب الإكويفلنت إلهم سنوياً. طب هي كل سنة قديش بتتكرر؟ أنا عندي 15,000 كل 13 سنة، طب ال 13 هاي فاليو عفواً الفاليو اللي قيمتها 15,000 اللي كل 13 سنة، لو بدي أقسمها على 13 سنة قديش بتكون سنوياً؟ شو بنعمل عشان نحسب هاي العملية؟ نختار one cycle، نختار one cycle وبنحسب إيه من هذا المبلغ، بحسب منه إيه بالاعتماد على القوانين اللي بنعرفها لحساب الإيه. ففعلياً أنا بستخدم الناقص 15,000 وبستخدم الفاكتور A given F، البيريود هاي هي 13 سنة وI احنا متفقين انها 5%. إذن راح استخدم الدفعة اللي بتتكرر واستخدم single cycle، cycle واحد اللي هي 13 سنة، واضربها بالفاكتور A given F with 5% as interest rate and 13 years علشان أحسب الإكويفلنت A من هذا الرقم. وبناء على هاي العملية الحسابية حصلنا إنه 15,000 اللي أنا بدفعها كل 13 سنة لو بدها تندفع بشكل سنوي راح يكون مقدارها 847 دولار. إذن ال 847 دولار أصبحت الآن annual cash flow وهي اللي بتكافئ ال 15,000 اللي بتندفع كل 13 سنة. بهاي اللحظة بقدر أحسب الكابيتالايزد كوست الخاصة بهذا الرقم. لاحظوا الكابيتالايزد كوست الخاصة بالبيريود الكاش فلو اللي ما كانت بتتكرر كل سنة، أول شيء اضطريت أحسب منها التكرار اللي بصير كل سنة، بعد هيك استخدمت هاي الفاليو وقسمتها باختصار على I علشان أحسب CC2 اللي هي ثاني قيمة للكابيتالايزد كوست. أنا قاعد بحسب فيهم واحدة واحدة وبالنهاية رح أجمعهم مع بعض. إذن CC2 الكابيتالايزد كوست الخاصة بال 15,000 هي عبارة عن 16,940 دولار. هذا المبلغ راح أحطه على جنب وأرجع أستخدمه. الآن إيش ضل عندي ضمن الكاش فلوز كلهم؟ لغاية الآن لاحظوا إن إيش حسبنا؟ لغاية الآن إحنا حسبنا هاي وهاي وهاي واللي نفسها بتتكرر هون. شو ظل عندي دفعات فعلياً؟ ظل عندي 5,000 اللي على أول 4 سنوات، ظل عندي 8,000 اللي من عند السنة الخامسة وطالع تتكرر زي ما هي. طيب في أكثر من طريقة للحل لكن أنا بدي أشرح الطريقة اللي إحنا حاطينها موجودة عندي بالسلايدات اللي قاعد بعرضها لكم. الطريقة اللي إحنا اعتمدناها هون، لو 5,000 هاي خليناها تصير مستمرة مش بس على أول 4 سنوات. كيف يعني؟ يعني أخذت 5,000 هذول الموجودين هون واستمريت أخذت 5,000 من 8,000 برضو، وهذا المبلغ هو إيش؟ هو شيء مستمر على طول راح يضل. إذن بهاي الحالة تحت هذا الافتراض بقدر أعتبر 5,000 هي annual amount بتتكرر على كل السنوات من السنة الأولى وطالع، طول ما هذا المشروع شغال وقائم في عندي 5,000 دولار as annual operating and maintenance cost. بناء عليه بقدر أحسب الإكويفلنت الخاصة بهذا المبلغ لوحده أول كخطوة أولى. إذن كخطوة أولى
أنا بقدر أحسب الإكويفلنت الخاصة بالخمس آلاف زي ما عملنا هذا الافتراض اللي قدامنا. وهي العملية وين صارت؟ وضحتها هون بآخر السلايد من تحت، إني استخدمت الخمس آلاف على إنها إيه، بهاي الحالة صارت إيه، لأن فعلياً أنا أخذت برضو الخمس آلاف من الثمان آلاف اللي موجودة هون ومشيت فيها. بناءً عليه CC3 الدفعة الثالثة من الكابيتالايزد كوست كانت مقدارها نيجاتيف 100,000 دولار. بهاي الحالة احنا خلصنا من الخمس آلاف كاملة، طبعا هذول بالإضافة للجزء اللي قصيناه من هون من الثمان آلاف. طب فعليا بعد الخطوة هاي ايش ظل انا عندي؟ اشي ما حسبت له الكابيتالايزد كوست، ظل عندي 3,000 تستمر من السنة الخامسة and so on لقدام تستمر. في عندي قديش هون ظلت موجودة؟ في عندي 3,000. من وين تيجي 3,000؟ وسيدي بيسأل كيف خليتها 5,000 على كل السنوات. طيب هلأ إحنا يا إخواني حكينا أنا في عندي 5,000 على أول 4 سنوات، وبعد هيك الصيانة بتصير مقدارها 8,000 من السنة الخامسة وطالع. طيب الثمان آلاف نفسهم هم عبارة عن 5,000 زائد 3,000. حدا مخالفني بهاي؟ الثمانية هي 5 زائد 3، تمام؟ وإحنا حكينا على أول 4 سنوات أنا عندي 5,000. طيب لو أخذنا 5,000 هذول اللي من الثمانية من السنة الخامسة وطالع وحسبتهم مع هذول، يعني اشتغلت على الخمسة هاي والخمسة هاي مع بعض، بصير عندي أنا 5,000 هاي كأنها مستمرة من السنة الأولى وطلع إلى ما لا نهاية بغض النظر قديش استمر هذا المشروع. إذن 5,000 اللي خليتها تصير على كل السنوات وتستمر، أنا أخذت 5,000 من 8,000. بعد ما أخذ 5,000 إيش رح يظل عندي؟ رح يظل عندي 3,000 هاي، تمام؟ رح يظل عندي هاي 3,000. فإحنا مبدئياً أخذنا 5,000 هاي وأخذنا 5,000 هاي وحسبنا الإكويفلنت كابيتالايزد كوست على طول الفترة بأني أقسم الـ A على I، طلع معي هذا الجواب. الآن فعلياً من كل الكاش فلوز الموجودين بالمسألة قدامي إيش ظل عندي؟ ظل عندي 3,000 اللي بتستمر من السنة الخامسة وطالع. طيب هذول كيف بدي أشتغل عليهم؟ رح أشتغل عليهم بالسلايد اللي بعده. أنا فعلياً بهاي اللحظة ظل عندي جزئية واحدة ما حسبت الإكويفلنت إلها التايم زيرو، أو ما حسبتش الكابيتالايزد كوست الخاصة فيها، وهي فعلياً خاصة بالثلاث آلاف هذول. أنا فعلياً هون من السنة الخامسة طالع، حكينا إنه ظل عندي 3,000 دولار ما دخلت بحساباتي ابدا لحد الان. طيب بكل بساطه لو اعتبرنا هذا الرقم هو A وبدي احسب له P، ف A لما بدي احسب منها P، ولاحظوا A هاي ايش؟ مستمره انفينيتي. بستخدم القانون اللي بيقول انها B W او بين قوسين هي CC عبارة عن A على I. إذن فعلياً الثلاث آلاف هاي لو قسمتها على 5% اللي هي I راح تعطيني البريزنت وورث اللي موجود عند هاي البوينت، زي ما كنا نشتغل على الشيفتد كاش فلوز. إذن هي راح تعطيني بريزنت وورث عند السنة رقم 4. طيب لو استخدمت البريزنت وورث اللي موجودة عند الرقم 4 اللي حسبتها الآن أنا واعتبرتها على إنها فيوتشر أماونت
وبدي احسب منها الايكويفالنت ات تايم 0. بكل بساطه انا شو لازم اعمل؟ لازم اضربها بالفاكتور بي جيفن اف على 5% على 4 سنوات. هاي الجزئيه بفترض انها يعني وضحت ان شاء الله. اللي مش فاهمها بيقدر يسال على الشات او يعمل ريز هاند بالبتن الموجود عنده على الشاشه. تمام. طيب اذا فعليا 3000، خليني اعيدها على السريع، هي بتمثل ايه من السنه الخامسه وطالع. طب لو استخدمنا القانون الخاص بحساب الكابيتالايزد كوست من ايه اللي بتستمر على طول، القانون هو بيقول لك ايه على اي. طيب احنا هون فعليا نقدر نعتبرها شيفتد انيوال وورث، يعني بدل ما تكون تبدأ عند السنة الأولى هي بلشت عند السنة الخامسة هاي 3000. فلما بحسب أنا present worth إلها equivalent، تلقائياً الرقم اللي راح يطلع معي، الجواب اللي راح يطلع معي هو راح يكون مكانه عند السنة الرابعة اللي هي قبل بداية الانيوال بسنة، وهذا الشيء احنا بنعرفه من عند الشابتر رقم 2 أو 3. طيب أنا بدي الكابيتالايزد كوست at time 0. بكل بساطة الرقم اللي طلع معي عند السنة الرابعة بعتبره فيوتشر وبضربه في الفاكتور بي جيفن اف 5% على 4 سنوات، وبهاي العملية أنا بحصل الإكويفالنت لهاي الدفعات at time 0، وهذا اللي احنا فعليا حصلناه بالسي سي 4. أنا فعليا حصلت الإكويفالنت at time 0 واللي كان مقداره 49,362 دولار. طيب لحد الآن هل ضل أي دفعة ضمن كل الدفعات ضمن المسألة كاملة ما حسبنا الإكويفالنت إلها at time 0؟ المفروض لا، وخلينا نشيك ونتأكد أنه أكيد لا، ما ضل ولا إشي إلا حسبنا له الإكويفالنت. لو رجعنا بالسلايدات لورا من عندما بلشنا الحل لهذا المثال، راح نشوف انه بهذا السلايد احنا حسبنا CC1 واللي كانت بتمثل الإكويفالنت لل 150,000 ولل 50,000 at time 0. بعد هيك احنا وين انتقلنا؟ على الجزئية الثانية والمتعلقة بمين؟ بال 15,000 اللي بتتكرر كل 13 سنة. رجعنا برضه قسمنا هاي ال 15,000 وحسبناها على انها ايه خلال ال 13 سنه هذول كاملين. بعد هيك استخدمت هاي الايه زي ما احنا شايفين هون وقسمتها على اي علشان احسب منها الايكويفالنت ات تايم 0 وهو ما يمثل سي سي 2 الرقم اللي طلع معنا. بعد هاي الخطوه ايش عملنا؟ فعليا ضل عندي ال 5000 اللي على الاربع سنوات وال 8000 اللي بتمتد من السنه الخامسه ولغايه الى ما لا نهايه، على طول ما هذا البروجكت شغال. اذا ضل عندي هاي ال 5000 وضل عندي ال 8000 اللي بتستمر من السنه الخامسه وطلع. هون شو عملنا؟ بكل بساطه اللي عملناه انه أخذنا 5000 من الثمانية هذول مع 5000 هذول فصفى، صار عندي من عند السنة الأولى ولغاية الإنفينيتي مبلغ مقداره 5000. هاي العملية ال 5000 هذول إيش عملنا فيهم؟ صاروا إيه وفور إنفينيتي long period of life، فبستخدم القانون مباشرة إيه على I علشان أحسب مين؟ علشان أحسب CC3 اللي هي الكابيتالايزد كوست الخاصة بمين؟ بخمس آلاف تستمر من السنة الأولى وإطلع. وفعليا حسبت المئة ألف اللي هي سميناها CC3. بعد هاي الخطوة فعليا إيش ظل أنا عندي؟
أشياء بالكاشف له ما دخلت بحساباتي، ظل عندي 3000 اللي ظلت بعد ما أخذنا هون 5000، ظل عندي هون إيش 3000 تبدأ من السنة الخامسة وبتستمر على طول مقدارها 3000. برضو إحنا هون برضو إحنا هون بنحكي عن إيش، نحكي عن دفعة سنوية تستمر على طول. إذا بنقدر نطبق عليها القانون اللي بيقول إنها CC تساوي A over I، صح ولا لا؟ لكن فعلياً CC اللي راح تطلع معي بهاي الحالة راح يكون وين مكانها؟ راح تكون هون عند السنة الرابعة. لهيك راح أحتاج إني أحولها أو أشوف الإكويفلنت إلها عند السنة صفر. وهاي العملية كيف بتتم؟ إذا ضربنا بالفاكتور B given F، أنا معي F وبدي أحسب منها B زي ما إحنا شايفين، هذا الفاكتور موجود هون، بناء عليه حسبنا الكابيتالايزد كوست الخاصة بالثلاث آلاف اللي ضلوا من السنة الخامسة للأخير، وكان مقدارها 49,362 دولار. طيب بعد هاي الخطوات كاملة إيش ضل علي؟ خطوة أخيرة، أجمع هاي القيم مع بعض زي ما إحنا شايفين هون. الكابيتالايزد كوست، التوتال كابيتالايزد كوست بجمع لها CC1 CC2 CC3 CC4 وكان مقدارها هذا المبلغ. بهاي الحالة احنا حسبنا الكابيتالايزد كوست لهذا البروجكت at time zero، التوتال equivalent لكل الدفعات. طيب اذا بنتذكر السؤال ايش طلب مني؟ طلب مني التوتال كابيتالايزد كوست، وطلب مني لو الدفعات هاي بديش ادفعها على هذا الشكل زي ما هو واضح عندنا بالكاش فلو دياجرام اللي موجود هون، لو بدي ادفعها انا كدفعة واحدة سنوية فقط ابتداء من السنة الاولى وطالع على طول تستمر هاي الدفعة، قديش هاي المبالغ تكافئ؟ بكل بساطة انا عندي القانون انها السي سي تساوي اي على اي. طب القانون هذا لو لفيت فيه بقدر أكتبه على شكل إنه الـ AW هي عبارة عن BI أو CC total ضرب I. بكل بساطة الجواب اللي طلع معي لو ضربته في I أنا بطلع الـ Annual Worth اللي لازم أدفعه والذي يكافئ كل الدفعات اللي موجودة عندي في هذا الكاش فلو دايجرام. وفعلياً هاي الدفعات كاملة تكافئ 17,350 دولار يتم دفعها بشكل سنوي ابتداء من السنة الأولى وتستمر على طول ما دام هذا المشروع شغال. حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ أي سؤال أو استفسار أنا مستعد للإجابة عليه. طيب ظل بس فكرة صغيرة بدنا نحكيها عن هذا الموضوع، إنه إحنا تعلمنا الآن كيف نحسب الكابيتالايزد كوست لبروجكت معين إذا كان لونج لايف، يعني بنحكي عن 35 سنة أو أكثر أو مستمر على طول. طب لو أعطاني تو بروجكتس وحكالي قارن بينهم، واحد كان اللايف إله إنفينيتي وواحد اللايف إله كانت مثلاً 5 سنوات، طيب الإنفينيتي معناته أنا بدي أستخدم الكابيتالايزد كوست أناليسز لحساب المعلومات اللي بتخصه. طيب واللي بيستمر على 5 سنوات هذا له طريقة حساب البريزنت وورث أناليسز وراح فعلياً ينحسب على 5 سنوات، فهم في مشكلة بقدرش أقارن فينهم بينهم بشكل طبيعي لأنه فعلياً المشروع الأول راح يستمر على طول إنفينيتي والثاني راح ينتهي عند 5 سنوات. طيب لو بدنا نستخدم LCM، طب وين LCM؟ هو المشروع الأول إنفينيتي يعني مش راح يلتقوا عند نقطة معينة، الإنفينيتي بدي أقعد أضاعف وأحسب LCM ما بينفع معي. طب المشروع اللي عمره 5 سنوات كم مرة أكرره؟ كم سايكل لايف أخذ منه؟ لوين أوصل؟ علشان هيك في طريقة خاصة لحساب الكابيتالايزد كوست للبروجيكتس اللي ما بتكون مستمرة على طول، اللي بتنتهي ضمن بيريود معينة. لما بدي أقارنها مع مشاريع بتستمر على طول في طريقة معينة لازم أستخدمها موجودة في هذا السلايد. For the comparison of two alternatives on the basis of CC, use the procedure above to find the A value and CC total
for each alternative, since the CC represent the total present worth of financing and maintenance a given alternative forever. The alternatives will automatically be compared for the same number of years. لأنهم كلهم infinity. The alternative with the smaller CC will represent the more economical one. إذا بالوضع الطبيعي يعني إذا كانوا كلهم for infinity نشتغل عليهم بنقارن. طيب إذا كان عندي واحد من alternatives finite life alternative مثلا على 5 سنوات. هاي الحالة to one with an indefinite or very long life capitalized cost can be used to determine capitalized cost for the finite life alternative. Calculate the equivalent A value for one life cycle and divide by the interest rate. تمام شو اللي بده يصير؟ إذا بالنسبة للمشروع اللي راح يستمر على 5 سنوات أنا بدي أحسب الـ equivalent A لهاي الدفعات اللي على 5 سنوات. يعني كنا بنقدر نحسب إحنا كيف نحسب الـ equivalent present worth. طب مجرد ما حصلت الـ equivalent present worth بقدر بكل بساطة أحسب الـ equivalent A من الـ present. يعني مجرد ما أنا حسبت الـ B A شو تساوي بالنسبة للمشروع اللي بيمتد على 5 سنوات؟ هي عبارة عن B A given B with I و N اللي مثلا بالمثال كان عندنا هون 5 سنوات. بهاي الحالة أنا حصلت A. طب لحساب CC بكل بساطة هي A divided by I. هاي نقطة مهمة جدا إنه لو يكون عندي two alternatives بدي أقارن بينهم، واحد منهم infinite مستمر على طول والثاني مع life محددة مثلا 5 سنوات حكينا، المشروع اللي بيمتد على 5 سنوات بدي أحسب منه أول شيء الـ present worth زي ما تعلمنا بالـ present worth analysis، بعدين أستخدم الفاكتور A given B with I over 5 years وأحسب منه إيش الـ A. مجرد ما حسبت A بكل بساطة كوني بدي capitalized cost الـ A هاي بقسمها على الـ I وبحصل capitalized cost الخاصة بهذا الـ alternative، وبناء على الجواب اللي بيطلع عندي بقارنه مع الـ capitalized cost للـ other alternatives عشان أعرف مين فيهم أفضل واحد. هاي الجزئية حدا عنده سؤال عليها؟ طبعا شو الفكرة هون؟ أنا لما بحسب A هذا بيريحني. فعليا لما تحكي انت عن 5 سنوات لما حسبت الاي على 5 سنوات، طب كرر السايكل قد ما بدك، كررها كمان 5 سنوات، الاي ثابته زي ما تعلمنا بالمحاضره الماضيه انه لما بدنا نحسب اوفر 2 سايكلز 3 سايكلز اي شيء كان يكون اي كنت اخليه زي ما هو بغض النظر ال سي ام شو كانت تطلع معي، كنت احسب الاي او استخدم اي اوفر اول ذا بيريود اوف ال سي ام فاليو كنا نستخدمها لانها نفسها بتتكرر. فعليا انا مجرد ما حصلت اي انا قاعد بقول انه هذا المشروع اللي هو اللي بده يستمر لخمس سنوات لو خليته يستمر قد ما بدي لقدام انا بشكل سنوي فعليا راح ادفع دائما هذا المبلغ، فهو زي كاني بحصل النسخه اللي مستمره من هذا المشروع. يعني بوجد طريقه انه لو بده يستمر على طول هذا المشروع قديش ايه بتضل موجود وقديش لازم ادفع ايه بشكل سنوي هو هذا المبلغ. عشان احسب السي سي بنقسمها على اي ونطلع السي سي، بعد هيك بقارن السي سي فاليوز بين الديفرنت الترناتيفز واللي بيكون اقل واحد كونا بنحكي عن كوست، فاقل كوست هو اللي بيكون افضل الترناتيف للاختيار من بين الاذر الترناتيفز. حد عنده اي سؤال او استفسار؟ محاضرتنا انتهت ان شاء الله لهذا اليوم، ونلتقي باذن الله الاثنين القادم بنفس الموعد على الساعه 9:30 صباحا وبنفس الطريقه. راح أعمل 2 meetings ندخل على الأولى وبنتذكر بكل session أو meeting إن ندخل على الشات بوكس ونكتب present أو حاضر. الله يعافيكم الجميع إن شاء الله وبالتوفيق للجميع. بالنسبة للامتحانات بعرفش إذا حكيت لكم هي تأجلت لبعد ما تنتهي هاي الفترة على خير إن شاء الله، وإن شاء الله أنها تنتهي على خير ونرجع لقاعاتنا ولجامعتنا وتم إجراء المحاضرات بالطريقة المعتادة بإذن الله. يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله.